مشاهدينا في كل مكان. واحدة من الفقرات الجميلة اللي هتكون حاضرة معنا اليوم خلال مساء جديد اللي هي فقرة زول له قيمة. اللي راح أتكلم عن شخصية من الشخصيات اللي عندها قيمة كبيرة جدا في المجتمع السوداني. بيصادف اليوم الذكرى 32 للراحل عبد العزيز العميري. ولد عبد العزيز العميري في الأبيض عام 1954 في أسرة تتنفس اليمن. درس الابتدائية في المدرسة الشرقية كتاب الأبيض والوسطى في المدرسة الأهلية، ومن ثم درس في التدريب المهني وعمل بمصنع النسيج السوداني، وكان عضوا نشطا في مركز شباب أم درمان، والتحق بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح في العام 1975 الدفعة السابعة. كمان يا طه عمل العميري مخرجا في التلفزيون في تلفزيون السودان، ومن أعماله التلفزيونية محطة التلفزيون الأهلية، وهو برنامج شهير تخرج منه أبزاز الفنانين، وله كمان عدد من البرامج الإذاعية. وفي مجال المسرح من أبرز أعماله المسرحية وادم سدر وتاجوج والمهدي في ضواحي الخرطوم، التحدي وأحلام الزمان، وقد مثل في العديد من المسرحيات مثل سفينة نوح، بيت بيت المنى بيت مساعد، ودنيا صفا، ودنيا انتباه، وبرامج كاريكاتير وحكاوي من حلتنا. وكمان يا طه كتب العميري الشعر العامي والفصيح، وله ديوان شعر بعنوان بعيد يا أخوان بتسكر، وله العديد من الأشعار الغنائية زي أغنية يا نديدي وأجيك من وين للفنان سيف الجامع. كمان برضو عنده أغنية الممشى العريض لمصطفى سيد أحمد، وأغنية ست القلوب لحمد الريح. ومن الأعمال اللي غناها العميري يا قمر، ولو أعيش زول له قيمة للشاعر قاسم الحاج، وجينا نخط إيدينا الخضرة فوقك يا أرض الطيبين. له الرحمة والمغفرة على الإرث الكبير. لو أعيش زول له قيمة أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصني طيب كل يوم يخضر عودي، زي نظارة غصني طيب كل يوم يخضر عودي، وابقى زولا ليه قيمة، وابقى زولا ليه قيمة. حنان جوا الملاجي، أبقى دار لكل لاجي، أو حنان جوا الملاجي، أبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بها يتهنوا وينوموا واحرسوا طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بسمتي وطول ابتهاجي، وابقى زولا ليه قيمة، وابقى زولا ليه قيمة. أنا رحم الله الراحل الجميل عبد العزيز العميري اللي أثرى الساحة السودانية بعدد من الفنون. أغنية لو أعيش زول له قيمة أغنية من الحاجات أو الأغنيات السودانية المحفوظة لدى الشعب السوداني، وكثير بيتم ترديده في كثير من المحافل. رحمه الله برحمته الواسعة. احنا لسه مستمرين معاكم مشاهدينا في كل مكان، ولكن حسب التوقيت المحلي لولاية الخرطوم حان الآن موعد رفع النداء لصلاة المغرب. وصلنا لختام مساء جديد لأمسية الأحد. يا طه تجولنا في العديد من الفقرات، إن شاء الله نكون كنا خفيفين.
إن شاء الله إن شاء الله نكون قدمنا حاجة جميلة ومفيدة بالنسبة للمشاهد في كل مكان. دي كانت أمسية اليوم من مساء جديد. مع السلامة. إلى اللقاء.